مسجد العتيق مبني على سطح التل ده من سنة من قديم الزمن، يعني سنة 300 هجرية. 368 هجرية. على مساحة كام؟ على مساحة 500 متر داخل وخارج المسجد. هو في الأول المأذنة مكس زي ما هي من سنة 368. أما بالنسبة لحوائط المسجد، صحن المسجد ثلاث مرات وين هذه الحاتم تحت. وتم تسجيله من بعد كده جيب المسجد إلى الآن. المأذنة مبنية على ميل، والميل بنائي، و فيه مدفون من خارج المسجد 4 مشايخ من التابعين.